يقول إذا أصيب الإنسان بالعين وشك في واحد من الناس فهل يجوز أن يشرب من غسيل ملابس من يشك فيه؟ وهل ورد في ذلك حديث؟ لأنني سمعت من بعض العامة يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك ورد بمعنى جزاكم الله خيرا. نعم ورد الاسترسال من العين يعني يطلب منه أن يغسل نواصل إزاره ومغازنه وأن يصبها على المصاب. فإذا أخذ شيئا من غسيله وصبه على نفسه أو أمر بصبه عليه فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.